فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز علاج ومداواة السحر بسحر مثله؟ لا، ليس منا من سحر أو سحر له، يجوز العلاج بالسحر حرام، ولا يحل السحر إلا ساحر، لا يجوز هذا. السحر يعالج بالمباحات، وهو ما يسمى بالنشرة، باب النشرة في كتاب التوحيد، شوفوا، ما يعالج إلا بالذكر والقرآن والأدوية المباحة التي يعرفها أهل الاختصاص. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.